تنفيذا لتعليمات القيادة الرامية للقيام بحملات تحسيسية توعوية تزامنا والدخول الاجتماعي 2023-2024، تنظم قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط حملة تحسيسية للوقاية من حوادث المرور تحت شعار لسلامتك احترم قانون المرور، بمشاركة الشركاء الفاعلين من أمن وطني وحماية مدنية وأكاديميات وجمعيات السلامة المرورية والرياضات الميكانيكية، حيث تم الإعلان الرسمي عن فعاليات هذه الحملة الوطنية من مقر السرية الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط. الحملة تضمنت برنامج تحسيسي توعوي على جميع نقاط ومحاور الطرقات لتوعية مستعملي الطريق وتحسيسهم بالتحلي بروح الحذر واليقظة أثناء السياقة لتفادي حوادث المرور، كما ستمس المدارس والمتوسطات والثانويات لضمان دخول اجتماعي آمن بدون حوادث، كما سيتم تخصيص يوم إعلامي حول السياقة السليمة بالمكتبة الرئيسية للمطالعة. الحملة متواصلة إلى غاية يوم 30 سبتمبر 2023، يبقى الرقم الأخضر 1055 دائما تحت تصرفكم. بكم نوصلكم هنايا على لا فيتاس، على السرعه ان شاء الله، ايفيتي الماكسيموم سرعه، راك رافد عائله، راك رافد ارواح معاك، ما دربينا تفوتها على خير هنا وتروح لبلادك على خير ان شاء الله. الله يبارك فيك، هيا تبقى على خير. الله يهنيك، شكرا. السلامه. نشكر رجال الدرك الوطني على والامن الوطني ثاني على المجهودات الجبارة اللي قايمين بها عبر الطرقات، عبر الجزائر وعبر الولاية بالأخص. يعني ولو موش وقوف الرجال الدرك ورجال الأمن، والله نص الشعب كان يموت. نطلب من السائقين الحذر ثم الحذر، وسوقوا بحذر وخلاص. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.